تتكلم بقى على ادغال افريقيا وال دي السؤال اللي انا سالته الاصعب حاجات كان ليه الماتشات اللي بره مش هيجي اقوى من الماتش بتاع اللي انا ما لحقتوش بقى لان عملت الحادثه بتاع اللي خدنا فيه البطوله ده كوتوكو الجون بتاع كابتن خطيب كوتوكو هناك كاتبانين ثلاثه هنا والتانيين متاكدين ان هم حي والرئيس بتاعهم نزل مش عارف عامل في طياره ايه وعمل ايه دي الاجواء اللي هم يحكوا لك عليها او احنا كنا بنروح نلعب في اوغندا مثلا كان في حرب اهليه في اوغندا ايوه كل يوم نصحى نلاقي ثلاثه مقتولين ظروف افريقيا من اصعب الظروف مش عارفين نقعد في اوتيل نقعد عند المصريين هناك وكان يعني دي حاجات اللي هي كانت اصعب حاجات امكانيات السفر كانت مختلفه يعني دلوقتي ما شاء الله ممكن في طياره خاصه بتطلع في حتى في اشكال اوتيلات على مستوى يعني استاذ عبد الحفيظ بيسافر قبل الفرقه يشوف الدنيا يشوف كتير. الدنيا ما كانش الكلام ده موجود والتحضير بالنسبه للفريق خد بالك خصوصا ان انت فرقه كبيره يعني انت فرقه بتلعب على بطوله او فرقه على طول في بؤره الضوء لازم تبقى على الاقل في الفاينل يعني فلازم يبقى ليك تجهيزات الحاجات دي بالنسبه لنا احنا كنا كوماندوز يعني ولولا ان معدن اللعيبه اللي كانت موجوده ايامها كويس صحيح محدش يقدر الاداره اللي كانت موجوده كنت زمان كلهم جيش وكلهم ضباط وكلهم ناس متمرسه يعني ما كانت حكايه تبقى عشان الناحيه الامنيه يعني قصدك على كل حاجه احنا كنا الامن احنا كل حاجه بس احنا كنا لما بنسافر في اي حته بره كان بيبقى فيه المرحل العسكري او سفير او شركه النصر التصدير والاستيراد ما بيسيبوناش يعني بنبقى طبعا في ايد امينه يعني في كل حته يعني